هل نحن أمام حادث أم هجوم سبراني إسرائيلي كما يتحدث بعض الخبراء الإسرائيليين برأيك؟ كل المحبة والتقدير لهذا العرض المشوق والمفيد الذي ربط الكثير من النقاط حتى تكتمل الصورة. الصورة كما أراها هي رسالة، رسالة من تحت الماء، إن كان ضفدع بشري قام بتنفيذ هذه العملية، وهي أيضا ممكن فهمها بأنها صفعة سبرانية جديدة توجهها إسرائيل أو أي طرف آخر. يعني حتى الآن هي تكهنات، ولكن دائما يقاس بالتحليل عندما تجد نماذج متكررة وتبحث دائما عن المستفيد تستطيع أن تستنتج. حتى الآن ودائما تتعامل إسرائيل بالصمت عند قيام بعمليات من هذا النوع، هي في الأساس عمليات استخبارية. إذا كانت سبرانية تذكرنا في من قضوا في حادث تحطم الطائرة الرئاسية والألغاز التي لم تحل حتى الآن، ما الذي جرى؟ تماما كما هو الحال بالنسبة لهذه الفرقة الآن. هل التوقيت والمكان أيضا يساعد بفهم ماذا جرى؟ قطعا نعم. هذا بندر عباس، هذا ميناء طوال حرب الخليج 8 سنوات في عهد خميني كانت دائما تتباهى إيران بأن لديها موانئ لا تعطلها لا ضربات عسكرية، وأنها قادرة على بسط سيطرتها مضيق هرمز وكما تحاول الآن باب المندب. ولكن التجارب تذكر خاصة المكان، يعني عندما يتم استهداف ليس فقط بندر عباس وإنما أيضا القطع العسكرية بحرا وبرا، كما رأينا حادث الانقلابات هذه، بالرغم من التفسير الإيراني دائما متأخر متقطع وغير مقنع، بمعنى كل التسويفات والمماطلات التي جرت في قضية حل لغز طائرة الرئيس رئيسي رحمه الله لم تكن لتجد أي رواية مقنعة، مما اضطرها الاعتراف في الواقع وطلبت مساعدة تركيا. الآن من ستلجأ إليه إيران لتفسير هذه الحوادث؟ قضية التحكم عن بعد في إطلاق النار أو في قلب معدات عسكرية ليست بعيدة عن الجهة التي نفذت. قطب زادة وعمليات اغتيال تمت في داخل إيران في العمق الإيراني اعتمدت على رشاشات روبوت، بمعنى تم توجيهها أيضا عن بعد. هل الموضوع عملاء على الأرض موجودين وهذه طبعا كارثة من ناحية الأمن القومي الإيراني، أم أنه اختراق سيبراني وهذه أيضا تكون كارثة خاصة مع تلاحق هذه الصفعات أو الضربات؟ هذا يحرج إيران. التوقيت أيضا محرج جدا لسببين وأختم بها. الأول أن الرئيس الجديد الإصلاحي الآن يبدأ عهدا جديدا، قال أمد يد الصداقة للجميع، فكيف ستفهم إيران؟ خامنئي وكل المؤسسات الإيرانية العسكرية الاستخبارية تحديدا كيف ستفهم هذه الضربة؟ وأيضا هو تزامن مع تصعيد الحوثي غير المبرر في لهجة عدائية غير مسبوقة إزاء الإقليم عامة والسعودية تحديدا، وهذه قطع بحرية عسكرية إيرانية كما أسلفت أخي أحمد كان لها ارتباط وثيق بنشاطات الحوثي العدائية العدوانية في المنطقة، بصرف النظر عن كل ما يعني البروباغاندا التي يحاول من خلالها الحوثي وأطراف أخرى إظهارها أنها دفاعا عن غزة. لذلك وهذا الخطير في الأمر، تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وهو عضو في الكنيست أفيغدور ليبرمان الإسرائيلي من أصول روسية، يقول لماذا يعاتب الحكومة الإسرائيلية ويقول لماذا تتعاملون مع الحوثي ومع حزب الله ومع حماس، لابد من ضرب إيران، ويستخدم عبارة توجيه ضربة نووية لإيران. فالتوقيت محرج، المكان محرج، والدرجة السياسية في عالية السخونة لدرجة أنها يجب أن تلتقط هذه الرسالة التي بدأت بأن أقول بأنها من تحت الماء.